نعم حسن، تطورات واستمرار الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح، كأيضا كباقي محافظات قطاع غزة. يعني قبل ساعتين من الآن قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية إحدى المنازل في ميدان أو قرب ميدان النجمة وسط مدينة رفح. أسفرت هذه الغارة عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر من المواطنين. وصلت جثامين الشهيدين والإصابات إلى مستشفيي أبو يوسف النجار والمستشفى الكويتي. تزامن هذا مع استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة رفح. وأيضا ونحن هنا نسمع أصوات الانفجارات القوية التي تتعرض لها محافظة خان يونس التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف في هذه الساعات. انفجارات قوية نسمعها في هذه اللحظات. أيضا هذا ما يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من 250 شهيدا، وإضافة إلى إصابة العشرات خلال الساعات الماضية. أيضا وزارة الصحة أعلنت ارتكاب الجيش الإسرائيلي 25 مجزرة خلال الساعات الماضية، وهذا ما يرفع عدد الشهداء في جميع المحافظات قطاع غزة. أيضا تحدثت وزارة الصحة بأن نسبة الإشغال السريري في مشافي الجنوب بلغت أكثر من 350%، ومئات الجرحى يفترشون الأرض في جميع الأقسام وغرف العمليات نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 81 على التوالي. الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة والحروق الشديدة نتيجة عدم توفر الإمكانيات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها. أيضا أصبحت الطواقم الطبية تفاضل بين الحالات الحرجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقالت أنها تفقد عشرات الأرواح يوميا نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية. الأوضاع صعبة في محافظة رفح كباقي المحافظات نتيجة استمرار هذا العدوان الإسرائيلي. نعم حسن. شكرا جزيلا لك أيمن أبو شنب مراسل الغد، كنت معنا هاتفيا من رفح.